مشاهدينا، حلقة جديدة نطلع عليكم بلبنان اليوم. مواضيع عديدة رح نناقشها مع ضيفنا الأستاذ جورج غانم المحلل السياسي، الحج السياسي والاقتصاد اللي عم يزوروا لبنان، كل هالضيوف اللي عم يزوروا لبنان ويلتقوا بمسؤولينا، أيضا قانون الانتخابات وأيضا التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومواضيع أقليمية إذا لحقنا بسياق الحلقة. لكن قبل ما نبلش بحلقتنا خلينا ننتقل مباشرة إلى مجلس النواب مع زميلي نوال الأشقر، اللجان النيابية المشتركة عم تناقش موضوع قانون الانتخابات وموعدها. تفضلي نوال. نعم. نوال، طيب سوف نعود مجددا مع نوال يعني فور جهوز رسالتها. اوكي، سنعود مجددا مع زميله نوال فور جهوز رسالتها. اهلا وسهلا فيك استاذ جورج. اهلا. يعني اليوم مواضيع عديده رح نناقشها، خلينا نبلش اليوم بالموضوع الابرز اللي عم بيصير بمجلس النواب، اللجان النيابيه المشتركه عم تدرس موضوع قانون الانتخابات وايضا موعد الانتخابات. بالعفو، ننتقل مجددا الى مجلس النواب. تفضلي نوال. اربع ساعات. اللجنة النيابية المشتركة منذ الصباح تبحث في قوانين الانتخابات بموعد الانتخابات بالانفاق وايضا بالقوة النسائية والموضوع حق المقتدرين بالاقتراع، ولكن بأي حال سنستمع إلى رئيس اللجنة النيابية المشتركة دولة الرئيس نائب رئيس السنة. أولا حقيقة آن الأوان لكي نقص على الرأي العام قضية قوانين الانتخاب خلال هذه الفترة. رئاسة المجلس النيابي انصرفت منذ 3 سنوات بالتحديد، أي قبل 17 تشرين 2019، إلى التقدم عبر كتلتها باقتراح قانون انتخاب نيابي يقوم على إقامة مجلس شيوخ ينتخب على أساس الأرثوذكسي ومجلس نواب على أساس لبنان دائرة واحدة ومناصفي، وألحق هذا الاقتراح بمشاريع قوانين واقتراحات قوانين من السادة النواب جميعا، وارد أسماء في جدول أعمال اللجان المشتركة اليوم، بلغت حوالي 6 تعديلات للقانون المعمول به حاليا. لسوء الحظ، بالرغم من عدة اجتماعات عقدت ما قبل 17 تشرين وما بعد 17 تشرين وأثناء الكورونا وما بعد الكورونا، إن شاء الله أدى ذلك إلى عدم التوصل إلى اتفاق إلى إنتاج قانون انتخاب نيابي جديد ينقل البلد من حال إلى حال. رئاسة المجلس النيابي والسادة النواب جميعا بحالة إصرار أنه يجب أن تجري الانتخابات النيابية في موعدها، ويجب أن لا يكون هناك أي عقبة أمام إجراء هذه الانتخابات، سواء كانت عقبة قانونية عبر قانون الانتخاب أو أي عقبة أخرى تحول دون إجراء الانتخابات النيابية. فإذا انصرفنا للنقاش حول قانون الانتخاب النيابي اليوم مع التعديلات. جرى التصويت من اللجان المشتركة بأكثرية كاملة بأن لا يصار إلى النقاش بأي تعديل نتيجة الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والاقتصار على البحث في قانون الانتخاب المعمول به حاليا والذي بعتقد رقمه 44 عام 2017. هذا القانون وأقر بقاؤه كما هو، انصرفنا إلى دراسة النقاط بندا التي تحتاج إلى تعديل، ومعظم هذه النقاط كانت لها علاقة بقضايا تقنية ومهل. ليش مهل؟ لأنه جرى توصية من السادة النواب بأكثرية إلى معالي وزير الداخلية الذي له حق الاقتراح لإنتاج المرسوم بتعيين موعد إجراء الانتخاب، وتم الاتفاق من الأكثرية أكرر على أن يكون تاريخ الانتخاب ب27 أذار. هذا ترتب على ذلك تقصير للمهل بالنسبة للوائح الشطب، بالنسبة لقيود الشطب، بالنسبة للهيئة الانتخابية المشرفة إلى إلى إلى، وأيضا مسألة الميجا سنتر
ومسألة البطاقة الممغنطة احتاجت أيضا إلى الموافقة، نظرا وزارة الداخلية أعلنت عدم قدرتها لتأمين بنود هذا البند بهذه المدة القصيرة من الزمن. وكان النقاش بشكل رئيسي حول نقطة مركزية وأساسية، وهي قضية المغتربين. كان في إجماع، أكرر إجماع، لإزالة كل اللغط الذي دار سابقا في الإعلام حول إرادة السادة النواب فردا فردا، ولا أستثني أحد على الإطلاق، على ضرورة أن يكون للمغتربين رأي في العملية الانتخابية وبدء مسيرة الحقيقية لمشاركة المغتربين في الحياة البرلمانية، وأيضا في صياغة الغد المستقبلي المالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وإلى ما هنالك من هذا. نقاش تم هون، هل يجب التركيز على الست نواب والقراط أو يجب أيضا تعديل هذه المادة؟ ليش بده تعديل هذه المادة؟ لأنه النقاش حول الموضوع في عام 2017 ألغيت مسألة حق المغترب في الانتخاب لمصلحة دائرته الانتخابية الضيقة، لم تعد موجودة في النص. النص فقط يركز بصورة واضحة على الست نواب الممثلة للقارات العالم، والتي طبعا تأخذ المناصفة بشكل واضح. كيف بدأت سير الانتخابات؟ الاقتراح أنه بتتألف ليحة من المغتربين تأخذ بعين الاعتبار المناصفة حسب نص المادة 24 من الدستور اللبناني، وبينتخب منزله بيترشحوا مع المغتربين على المستوى العالمي، هني أبناء الاقتراب. وزارة وفد من الجامعة الثقافية اللبنانية بالعالم طالبت بهذا الشيء، لأنه هي مستعدة أن تخوض غمار هذا الموضوع باتفاق بين كافة الطوائف في مختلف القارات، وهني الأجدر منا في تعيين العلاقات بين القارات بعضها ببعض، لأنهن عايشين حالة الاقتراب وممثلين جميعا أو غير ممثلين بمؤسسات أخرى في هذا الاقتراب. طبعا هذا النص موجود في القانون. نحن راعينا وجهة النظر الأخرى التي تريد أن تعلق هذه المادة أو أن تأخذ بعين الاعتبار نقاش حول الموضوع، لذلك لم يكن هناك من داعي للتصويت، لأن النص ثبت هذه المادة، موجود المادة حول كيف يجب أن يتم التعاطي بمسألة المغتربين، بعتقد بالمواد 122. طبعا ليس قائم حق المغترب في التصويت. هلأ بكرة السيد النواب بيحبوا بمجلس النواب بالهيئة العامة يدلوا بآراء متعددة حول هذا الشأن، طب هذا حق، لأنه القانون حتى لو صدق في اللجان المشتركة لا يقر إلا في الهيئة العامة، وبالهيئة العامة ينشر القانون مجددا ويحق للنواب أن يدلوا برأي. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من تصريح النائب علي الفرزلي بعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة فيما خص موضوع الانتخابات النيابية وموعدها، وسوف نكون في تقرير مفصل من الزميلة نوال الأشقر خلال نشرة الأخبار في تمام الساعة 2:30. أستاذ جورج أهلا وسهلا فيك مجددا. شكرا. يعني اليوم بموضوع الانتخابات مثل عم تشوف في اللجان النيابية المشتركة هو الحدث الأبرز اليوم. أول سؤال بيخطر على جميع اللبنانيين، رح يصير في انتخابات نيابية ولا لا؟ هلا أكيد من بعد ما سمعنا دولة الرئيس فرزلي عم بيأكد أنه رح تصير، بس أنا رأيي الشخصي وتحليلي الشخصي أنه ما رح تصير، وبقول أكتر من هيك ما لازم تصير. يعني بعدين برر ليش عم بقول، بعرف كلام منه شعبي هذا، بس أنا برأيي أنه ما رح تصير، لأنه في عدة أسباب ما بتخليها تصير. نحن اليوم بلبنان بنعرف أنه اللي بيحط الإيقاع السياسي بالبلد هو الثنائي الشيعي، يعني أكتر شيء، وبده ياخد بالاعتبار الموقف الدولي. الثنائي الشيعي اليوم هو حركة أمل رئيس نبيه بري وحزب الله، حليف الرئيس بري هو سعد الحريري. إذا راح الانتخابات وبده يحفظه، يعني مبين أنه في تراجع بساحة المستقبل، يعني ما له مصلحة يروح على انتخابات ويخسر حليفه. أما الحزب كمان حليفه اللي هو التيار الوطني الحر، كل المؤشرات عم بتقول انه في تراجع، كمان اذا راح على الانتخابات كمان رح يصير الخرق عنده بالساحة. يعني هن عندهم هالحليفين
ثنائية شيعية عندها هالحليفين اللي هي أكتر شيء الخرق رح يصير بساحاتهم اتنيناتهم لمصلحة مين ما بنعرف، يعني يمكن لمصلحة ناس مستقلين، لمصلحة الثورة، لمصلحة يمكن ما بيريدها الرئيس بري ولا بيريدها الحزب، ويمكن هذا الخرق يؤدي لفقدان الأكترية كمان. فهذا أول سبب، إذا أنت بتحط حالك محلهم بالمنطق، غير شو عم يحكوا هلأ كلهم عم بيقولوا 100%، بس بالمنطق أنا بقول إنه إذا بيحسبوها انتخابياً لا يفوتوا بهذا الريسك هلأ. السبب الثاني هو كمان الاستحقاق رئاسة المجلس. هل يا ترى الرئيس بري بده يعمل استحقاق رئاسته قبل استحقاق رئاسة الجمهورية؟ كمان هون في علامة استفهام، لأنه شو المبرر إنه تأجلت الانتخابات من 2009 لل 2018؟ ما قبل ما كان في مبرر، كان البلد بال 2013 بأحسن حالاته. يعني دايما بيقدروا اللي يقولك المبرر، وقتها كان هيك رئيس مجلس ورئيس جمهورية وقتها. اليوم هل الرئيس بري رح يفتح على حاله هذا الباب؟ أكيد رح يرجع ينجح ويرجع يطلع، بس الكتل المسيحية اللي رح تصوت له هل قادر يفتح هذا الباب وبالنسبة لهذا الاستحقاق قبل رئاسة الجمهورية؟ هذا سبب تاني. سبب ثالث اليوم، طيب إذا اليوم عم بتقول بدي أعمل انتخابات بأدار، يعني الرئيس مئاتي صار مثل ما بيقولوا بالإنجليزي dead man walking، يعني صار واحد بحكم الإعدام ورايح. يعني شو بده يعمل بست أشهر رئيس المئاتي هلأ؟ شو بده يعمل بست أشهر؟ بده يجيب الكهرباء، بده يجيب يروح على صندوق النقد. يعني وقت أنت تكون خارج من السلطة وعم بيقولوا لك هاي وظيفتك بس الانتخابات، المجتمع الدولي ما بياخد وبيعطي معك مثل كأنك أنت حكومة باقية. السبب الرابع، على بعدين تسألني هذا السبب الرابع، بتقلي المجتمع الدولي، يمكن هلا بدك تقلي المجتمع الدولي ما رح يقبل ما يصير في انتخابات. أنا بقول لك أكيد آخر همه إذا بيصير فيه ولا ما بيصير فيه انتخابات، لأنه إدي تعب المجتمع الدولي إن كان فرنسا ولا أمريكا تضغطوا بتشكيل هالحكومة. أنت بتتصور إنه بأدار عنا تكليف جديد ويمكن يكون للرئيس الحريري نرجع، ويمكن الرئيس الحريري يتكلف ويرجع يطلع على بعبدة ونرجع نوقع بذات المعمعة؟ إذا نازل عم بيعبس بيطلع الدولار، إذا نازل عم بيتضحك بينزل الدولار. يعني مين المواطنين قادرين يحملوا يرجعوا 13 شهر من التأليف وحكومة تصريف أعمال وكل هالأمور اللي عشناها بها 13 شهر؟ يعني هودي وبذات الوقت كمان إذا أنت عم تجي تشوف مبين أنه الان جي اوز اللي ضخموا دورهم كتير هلأ بلش يخف التمويل عنهم. يعني كل ما يأجلوا الانتخابات كل ما هالثورة وهالمستقلين يضعفوا. يعني إذا بتشوف الأشياء من هذا المنظار اللي فارض الإيقاع على البلد بتقول إنه ما في انتخابات، قد ما يحكوا إنه في انتخابات. أنا هذا رأيي، وأنا برأيي ما لازم تصير. أنا كمواطن عادي هلا بقوله ضد الديمقراطية ولا شيء، بس أنا كمواطن عادي اليوم بطل بدي أحزاب، الثورة خيبت لي أمالي، بدي أرجع على شغلي، بدي أبعت أولادي على المدرسة، بدي بلد يستقر بحكومة، ولأنه ضاين سنة يعني، ولأنه الانتخابات تتأجل سنة بعد الاستحقاق الرئاسي لهالحكومة تقدر تعمل شغلة. يعني اليوم أنت بتطلب كهرباء، طيب بعد الاستحقاق الرئاسي مين جاي ينتخب الرئيس إذا ما في مجلس نواب؟ من 2009 لل 2018 لقوله حل ما كان شرعي، ما هذا المجلس الممدد له هو اللي انتخب رئيس عام. طيب عندي بدي ناقشك شوي بالنقاط اللي حضرتك ناقشت فيهم. المجتمع الدولي هالمره بس عم بيحكي بلغه التهديد بالعقوبات، وقت كان في على قصه الحكومه والتمديد للحكومه كان بعده عم يفتح باب الحوار السياسي. هالمره كل خطابات المسؤولين وخصوصا الاوروبيين عم بيحكوا بلغه من سيعرقل الانتخابات في عقوبات جاهزه نازله، باكج عقوبات على من يعرقل وسيسمى الطرف. هيدا ما كان هذا الخطاب قبل، هذا واحد بكل خطاباتهم يعني، حتى قال ماكرون عم بيقول من سيعارك الانتخابات والمسار الديمقراطي سيفرض عليه عقوبات. مش بس ماكرون، كلهم حتى الامريكان عم يحكوا بهذا النهج، كلهم عم يحكي بالنهج انه في عقوبات. طيب قادرين يركبوا حكومه ثاني يوم؟ طيب صح. ثاني سؤال، هذا واحد. الرئيس مئاتي نعم اعتبر وقت اخذ هو ملف كره النار تبول تشكيل الحكومه جاي هو فقط بس على ست اشهر؟ ما عنده اي ضمانات بعد الانتخابات النيابيه؟ ما رح يشارك بالانتخابات
ولا رح يكون رئيس حكومة، يعني جاي هو كان كاريتاس هالفترة أشهر. بعد في شيء سؤال ثالث نقطة، طيب إذا عم تقول أنت اللي عم يعمل يحرك الإيقاع السياسي هن الثنائي الشيعي، نعم، طيب يعني هن إذا خايفين على حلفائهم بس هن ضامنين حالهم أكيد، سو هن هلا رح يأجلوا الانتخابات بس كرمال حلفائهم اللي أوريدي صارت العلاقة شوي مهتزة، لأنه أول شيء تنرجع من هذا هي قصة الأكترية بالمجلس. يعني الثنائي الشيعي بده يضل مأمن أكترية بالمجلس، قاسم المسيحيين رئيس بري معه المسيحيين التقليديين وسعد الحريري والرئيس سعد الحريري، والحزب معه التيار الوطني الحر وسنة اللي بيقولونه 8 أدار، هاي هي مؤلف الأكترية. طيب إذا أنا التيار الوطني الحر تراجع لمصلحة تنقول الثورة ولا المستقلين، بس هني أحزاب عم تقول لا، هني مؤشراتهم عم بتقول البونتاج تبعهم عم بيقول لا، نحن كلنا الأحزاب عم بيقولوا نحن ما ترجعنا، هلا هني شو عم بيقولوا؟ بس هذا لا، في ستاتستيك دقيقة بتقول إنه في تراجع بهالساحتين أكتر شيء بهالساحتين، ساحة تيار المستقبل وتيار الوطني وتيار الوطني الحر، هني هودي المطرحين اللي الثورة اللي هي أخذت، وأنا كابن كسروان عم لاحظ هذا الموضوع، يعني عم ببين معي شوية مؤشرات هيك يعني، وعنا بتعرف بكل اتصالاتنا بنعرف النبض الشارع بكل محل كيف. هلا اليوم تيضل محافظ على الأكترية، تيحافظ على الحليفان، لا يخلص من مرحلة الانجي اوز والمستقلين بيقدفها، والتمويل تبع الانجي اوز والمستقلين رح يخف اليوم، بقى بتروح سنة. ليش بده يخف؟ لأنه بلشت المؤشرات تبين أنه يخف. هلأ مثلا كل المؤشرات مبارح عم بتقول أنه المملكة خففت التمويل عن حلفائها، هون مبارح أنا يعني بكل وسائل الإعلام بلشوا يطرحوا هذا الموضوع أنه هاي المملكة من مات الانجي اوز. أنا بعرف لأنه أنا بجو الانجي اوز بالجامعة الأمريكية الانجي او انيشاتيف، كنا نعرف نحن بعضنا، مش الجامعة، الجامعة ما لها علاقة تمن ورط الاسم يعني، بس بنعرف نحن بعضنا وبنعرف عم نتصل ببعضنا، عم نشوف انه بلش في شيء عم بخف. ليه؟ لانه هالاداره الامريكيه تغيرت. يعني اول شيء بدنا ننطلق من مبدا انه هالاداره الامريكيه اداره بايدن منا اداره ترامب، وهيدي اداره بايدن هي اداره تاريخيه، هيدي جايه تصلح، هيدي يعني عندك الرئيس بايدن مدير السي اي اي ويليام بيرنز، وزير الخارجيه توني بلينكن، مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، هيدا الفريق هيدا بيعتبر أنه بال2003 بلش الانحدار بالسياسة الخارجية الأمريكية، وقتها احتلوا العراق وفاتوا بكل هالمغامرات، هيدا الفريق مآمن أنه هيدا غلط، بده يرد الأمور لما قبل 2003، حتى مش امتداد لأوباما، وبيعتبر أنه هذا التورنو بالتاريخ بين 9-11 واجتياح العراق أنه هيدا تورنو غلط صار، وعم بيجربوا يصلحوه. من هون بين انه تغيرت السياسة الخارجية الامريكية، كانوا عم بيقولوا انه ما رح تتغير وبتضل في استمرارية، تبين انه بلشت تتغير من الانسحاب من افغانستان، وبكرة جيك الانسحاب من العراق وتكليف وتلزيم للمنطقة من اعادة تموضع بالاردن كمان، يعني بتحس في تغيير بالسياسة، وهيدي الادارة هي من مدرسة مفاوضات السلام، الأرض مقابل السلام، حل الدولتين، كل هيدي العملية رح ترجع تسمع فيها من ابتداء من سنة جي. هلأ ليش عم بقول إنه فتنا بالأمريكاني؟ لأنه هيدي الإدارة كمان أخذ قرار بتخفيض التمويل للأنجيوز للمنظمات الهيدا، وهي ما بتتكل بقى على الحركات الشعبية، ومن هون بتشوف بلش الخلل بالفيسبوك وبكل هول، لأنه هالإدارة الأمريكية إذا بتحضر هودة ثلاث أشخاص اللي سميت لك إياهم غير الرئيس بايدن بوثائق سنة 2016 بيعتبروا أنه استعمل الفيسبوك ضد مصالح أمريكا، قبل هن كانوا يستعملوه يعملوا فيه ثورات وحركات بالشارع، هلأ بلش يرتد عليهم، وبدك تبلش تشوف هون انحصار لدور السوشيال ميديا وأونني وتطبيق قانون، هلا فايتين بهالمرحله. الكونغرس بلش يقترح هلا هالاداره ما بتعتبر، ما بتحب الثورات، الشارع كلا، هاي الاداره تقليديه، قبل انقلاب عسكري طار واحد ركب واحد محله، هيك كانوا السي اي اي قبل الامريكان يركبوا انظمه، ورايحين على انظمه متشدده بس يعملوا استقرار واتفاقيات معها.
هذا بالموضوع العام اللي عم نحكي الأمريكاني. بموضوع المنطقة ما زل فتنا هلأ بموضوع المنطقة. الأمريكاني اليوم في مؤشر كتير مهم، في إعدتين بقطر أمريكي، واحدة العداد والتاني السلامية يمكن اسمها، فكوا سلامية وبعطوها على الأردن. يعني اليوم الأردن الأمريكاني قرر أنه يعمل من الأردن هو قاعدة، وعمل اتفاقية مع الملك الأردني ب 11 قاعدة بفوت عليهم، ورح يصير عديد الجيش الأمريكي بالأردن نحو 50,000. ليه عم بيركز حاله بالأردن؟ أول شيء الأردن في أكبر احتياطي إيرانيوم، اللي هو يعني إذا بدك تقارنه بإيران، إيران عنده 4,000 وعنده 40,000 طن، 10 مرات أكثر من إيران. يعني عنده أكبر احتياطي إيرانيوم بالمنطقة. اليوم البترول والغاز بطل مهم قد الإيرانيوم والنووي. هذه واحد. اثنين، على حدود السعودية، وكان هون الزعل الأمريكي السعودي من وراء محاولة الانقلاب بالأردن، لأنه مدير CIA الحالي هو صديق الملك عبدالله، وهو اللي شهد على انتقال السلطة من الملك حسين للملك عبدالله. بقى حذروا وقت استلم ورجعوا زبطوا الموضوع ومضي هالاتفاق الكبير. الأردن لا، يعني اليوم أنا بدي أعمل، وبلشت تبين المؤشرات. أنا قلت عندكم هون من 4 أشهر هذا الموضوع تبع الأردن، بلشت المؤشرات بالكهرباء بالغاز بالربط بهذا الموضوع، والاتصال اللي صار مع الملك عبدالله والرئيس الأسد. ليه الأردن؟ الأردن قادر يكون ضامن للسلام بالشرق الأوسط. وقت يجي الأمريكي يقوله للإسرائيلي بدك تنسحب من الجولان، بدنا حل الدولتين، عنده 50,000 جندي على حدود الجولان. يعني إسرائيل يمكن فيها تنزل جيشها للنص وقت يصير فيها الوجود الأمريكي حد إسرائيل. منه بقى مضطر يقعد بالعراق، منه مضطر يقعد بأفغانستان، بيقعد حد الأردن، لاقت كل هالبلدان. وبكرة تبلش تسمع بمبادرة الملك عبدالله الأردني للسلام، الأرض مقابل السلام، هذه مثلا سنة الجاية بتبلش تسمع فيها. نرجع موضوع الانتخابات، لفتنا شوي بالأحاديث الإقليمية، بس الانتخابات أنت رح تقول ما رح تصير؟ أنا بقول إنه ما رح تصير الانتخابات للأسباب اللي عدتها. بعدين أنا بقول إنه ما لازم تصير. يعني كمواطنين منحمل هلا مرحلة تأليف حكومي عن جديد. بدك إصلاح وبدك تغيير للطبقة السياسية، وبدك وبدك وبدك، كان ما رح يرجعوا هن زيتهم. طيب شو عم تقول؟ هجعوا زينيتهم، عم تقول مؤشراتهم ضعفان ضعيفة صار بإشياء الأكترية عم نحكي. طيب يعني شو الحال؟ متركهم؟ مش نتركهم. أنا عم بقول طيب هلا الكهرباء رح تجيب لك إياها الحكومة الحالية، أما مجلس معقول يشكل حكومة؟ ما في إشياء ضاغطة هلا، أنت طالع من كورونا وأزمة اقتصادية طويلة عريضة. يعني أنا بعرف إنه ما بيجوز واحد يقول إنه ضد الانتخابات. هالمرة ما لازم تصير، هالمرة الوحيدة اللي ما لازم تصير الانتخابات، لأنه بدك تعطي مجال لهالحكومة لتشتغل. بدك تعطي مجال للحكومة بعدين اللي نحن ما عم نقول إلغاء 4 سنين، نحن عم نقول تأجيلها لمرحلة. طيب مين بيحمل 3 حكومات؟ طيب ومين شو بيأكد لك إنه تأجيلها هو رح يتغير القصص؟ يعني إذا تأجلت سنة أنت بتكون، إذا تغيرت، لأنه أنت بتكون عطيت زيت الحكومة اللي أخذت 13 شهر لتتألف، لأنه غيرها رح ياخد 13 شهر بقدار عنا حكومة رح تاخد 13 شهر، وبعد رئيس الجمهورية عنا حكومة رح تاخد 13 شهر، وسنتين لورا يعني بيكون صلنا 5 سنين بلا حكومة. طيب ما عندك، طيب وزير التربية، خد مثل هالتلميذ اللي فات على المدرسة، هذا بسنة واحدة شاف 3 وزراء تربية، كل واحد بيقول له يعمل شيء. يعني أنت عندك وزارة هلا بقدر ترجع عندك وزارة مجتمع بتشري. الدولة عم يدعي الانتخابات إذا عارف حاله إنه بده يعمل انتخابات. هودي فولكلور. يعني مجتمع الدولة دائما في منظمات بيجوا بيقولوا إنه حقوق هيومن رايت واتش وكذا، بس بغضوا النظر على هيك موضوع وبيتركوه، لأنه عارفين إنه إذا راحت الحكومة بلبنان ما بتعود تركب. مين بده يركب حكومة؟ بعدين أنت بتعرف أمتى نقينا 27 أدار؟ يعني بأفريل شو عندك؟ انتخابات رئيسية فرنسية، انتخابات رئيسية فرنسية. هلأ ماكرون معه 25%، وعندك 3 يمين لوبان وإريك زيمور هلأ جديد على الساحة، وكزافيه بيرتران يعني مخلفات شراك وريبوبليكان، وعندك الجوش معه 25%. أوكي هلأ ماكرون
إذا ما قطع بالانتخابات شو بيصير؟ مين بيجي بيركب الحكومة؟ وين المبادرة الفرنسية؟ أنت عم بتفوت بريسك انترناسيونال كتير كبير، يعني عم تعمل انتخابات، عم بتفوت بالمجهول. بس في ملف أنت عم تغض عن النظر، هي كمان المفاوضات السعودية الإيرانية اللي عم تصير بالعراق، كمان هذا مش رح يساعد بكرة. هيدا بس محصور سعودي إيراني، ما بينعكس على الملفات الأقليمية. السعودي مثل ما فهمنا إنه رافض يسمع باسم لبنان بقى. يعني من هون ساعتها منبلش نقول انه في متغيرات بالمرجعيه السنيه. هلا اكيد الامارات حاطه ايدها بقوه، تركيا فايته بالخاص، ايه بس الامارات اكثر شيء هي عم تدعم تيار المستقبل مثل ما عرفنا هلا، انه كمان رح يرجعوا يطلقوا تلفزيون المستقبل كمان الفيوتشر. يعني في 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 معطيات انه في دعم اماراتي هلا لسعد الحريري ما يضل مهدى وضعه السياسي لمرحله معينه. وكمان اكيد عندك دور اردني رح يكون فاعل بالساحه اللبنانيه، اردني كمان، اردني سني كمان رح يكون فاعل بالساحه اللبنانيه. بقى انا عم بقول ما في انتخابات لأول شيء لأنه أعطيتك الأسباب اللي ما بد، يعني استحقاق رئيس المجلس قبل رئيس الجمهورية، خسارة الحليفين، رئيس المئاتي هات يرجع هات مين بيقول ما رح يرجع يكلفوا الحريري؟ طيب عندي سؤال قبل ما نطلع بريك، خمس سنة الاقتراع واقتراع المغتربين كمان هودي من الأسباب ممكن تعيق إجراء الانتخابات؟ كلهم أنا برأيي يعني باش يكبوا أنا برأيي كلهم ما بدهم الانتخابات، حتى المواطنين جزء كبير ما بده، ما بقى سئلين لا على الثورة ولا على التغيير ولا هيدا. هلأ لمين بدهم يلبسوا تطيرة الانتخابات؟ هذا اللي عم يجربوا يعملوا باللجان بالمغتربين بسن الاقتراع، بدهم يلاقوا مشكل، وآخر شيء ما رح يتصيعوا. يعني المشكل دايما بالبلد جاهز بين الرئيس بري وجبران بسيل والطيار الوطني حر. يعني طيب استاذ جورج خلينا نوقف لحظات مع الإعلان ورجع نكمل حلقتنا. مشاهدينا مستمرين معكم بحلقة لبنان اليوم مع الأستاذ المحلل السياسي جورج غانم. اليوم في زحمة زوار بلبنان من ألمانيا من قبرص من فرنسا وصولا إلى إيران، وأخيرا يعني وزير خارجية إيران اللي وصل البارح بالليل على بيروت. أين تضع سيارة اللحيان إلى بيروت؟ هو لتثبيت لبنان بمحور إيران؟ أكيد هذه أول خطوة. أول شيء خلينا نحكي عن الوزير اللهيان، يعني شو الباك جراوند تبعه. اليوم الوزير اللهيان إذا بدك تقول كأنك عينت قاسم سليماني وزير خارجية، هل قد هو من الصكور، وهو على صداقة شخصية مع السيد حسن مع الشهيد قاسم سليماني. يعني هو من هيدا الفكر ومن هيدا الجو، وكاتب كتابين صبح الشام وانهيار الشرق الأوسط الكبير بظل الصحوة الإسلامية. هودي كمان تفهم كيف بيفكر، انه هو مع الشرق ضد الغرب، وهو اللي كان بمفاوضات ايران مع الصين وكان اشتغل مع لاريجاني على الاتفاقية اللي هي 25 سنة. وبذات الوقت بيعتبر هو انه الادارة الامريكية الجديدة هي شغلتها تفرق بينه وبين سوريا وبين السعودية، مش هناك كان بموسكو. يعني هو دايما بينتبه على هذا الخطر، انه بدهم يفصلوا الروسي والسوري والإيراني عن بعضهم بهالساحة، ساحة الممانع المقاومة. بقى هذا هو بالشخص هو كيف بيفكر. يعني هلا بالنسبة لزيارة هون، أكيد عم بيجي بطريقة رسمية من أول وزير خارجية من الدول العربية، يمكن يعني مش عربية، من المنطقة، وعم بيثبت انه كمان انه عم بيعزز قصة كسر الحصار والمساعدات وهذا الموضوع عم بيجي بطريقة رسمية. يعني بس كمان اكيد عنده الفكر تبعه عم بيتحدث مع الموجودين اللي هون، وهو كمان لا يقدر يطمن المحور اللي هون والناس اللي معه بالتزام إيران بحلفائها بلبنان. طيب هو وقت بيحكي عن كسر الحصار للبنان بإرسال الصهاريج المزود وأيضا المساعدات الإيرانية، يعني عم بيقول هذا الخطاب اللي عم يعني يحكي خط الممانعة، وأيضا وزير خارجية إيران. طيب أي حصار موجود على لبنان وعم نشوف كل كمان دول العالم
مستعدة تساعد لبنان، طلبت إصلاحات، وفي منهم يعني عم ببلش مساعدات في لبنان، وشفنا هالحركة المكوكية للزوار يعني لاستقبال يعني وقت استقبلهم رئيس ميقاتي والرؤساء اللبنانيين. طب وين عم نحكي أي حصار؟ هلا هو يعني هذا الخطاب اللي عم يتبنوه هن أي حصار عم نحكي؟ هلا هو أنا دائما بركز إنه في تغيرت الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب فيها حصار، إدارة بايدن ما فيها حصار. إدارة ترامب كان فيها حصار كريد، بس إنه أتبعت إدارة بايدن ما فيها حصار، وأتبعت السفن الإيرانية سوري الصهاريج الإيرانية النفط كان إدارة بايدن، سو يعني انكسر الحصار، انكسر الحصار يعني ما في حصار. هلأ في سبق على الناس اللي جاعوا يعني، يعني اليوم بدل ما حدا تاني يجي يمول هالناس اللي عايزين، في سباق على انتشال هالأزمة اللي صارت، هالكرسي اللي صارت، هالكرسي الاقتصادي اللي صارت. يعني يعني ناس واقفة على ترمبات البنزين ما بتقدر تسحب مصرياتها من البنوك، كهرباء ما في، يعني ما في شيء اسمه وزارة الطاقة، في صفر اسمه وزارة الطاقة، في موتورات هن صاروا صاروا محل الدولة، هن اللي عم بيقننوا ولا هن ما عم بيقننوا؟ طيب هذا جو بنعمل فيه انتخابات يعني اليوم، يعني يعني عم برجع انا شدد على الوضع الاقتصادي منه جو سليم لتعمل فيه بالعلاقات الدوليه مع لبنان. يعني تركونا اول شيء اذا صح التعبير انه كان في عقوبات او نوع من الحصار، اداره بايدن ما في حصار، صرنا عم نشوف تسابق امريكاني ايراني على لبنان، يعني شو شفنا الصهاريج الايرانيه دغري ثاني يوم فتحوا خط الغاز من الاردن لسوريا للبنان، من مصر للاردن. طب يعني شو هذا التعامل الانفصام بين، لانه صار في تغير بالاداره الامريكيه، رجعنا على الجماعة اللي مدوا الاتفاق النووي. شو بدهم يعني؟ شو بدهم يعني الإيرانية شو بدهم والدول الغرب شو بدها؟ دول الغرب هلا الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة هي التركيز على الأردن وتسليم لبنان لفرنسا، هذا الديل اللي صاير. أوكي. ولبل امبارح وتزعلوا الفرنسيين من الأمريكان بموضوع قصة الغواصات، أكد الوزير بلينكن لبنان ليبيا تونس نحن بنحكي مع فرنسا. يعني كان كتير كتير صريح بهذا الموضوع، بهذا الموضوع. اليوم هن عم بيحضروا المنطقة لسلام، لأنه اعتبروا أنه أنت كيف فيك تلغي الممانعة تعمل سلام، ببطل في زريعة، إذا الفلسطيني مضي والأردني مضي ولبنان مضي وكلهم مضيوا على سلام عادل وشامل، ببطل في مبرر لأنت تجي تعمل مقاومة، ببطل في مبرر للسلاح، وببطل في مبرر لكل هالأمور. يعني الأمريكاني هالإدارة راحت بهذا الاتجاه، الإدارة السابقة راحت باتجاه الصدام والحصار والهذا، بدل ما يجوا المحور الإيراني وبعد ما بلش يستلم كل المصريات وبلش يساعد، كيف إذا بعد رفعوا العقوبات عن إيران وبلش يدفق بالمصاري كل هالمناطق المنكوبة هلأ، والناس العزي والدول اللي منا قادرة تأمن شيء قادر هو يفوت. طب إيران شو استفيد هلأ من الخبرية؟ يعني إذا عم تقول الأمريكان بدهم يسلموا لبنان وتونس ليبيا لفرنسا وبدهم عم يدفعوا لعمليات سلام مشان بطل في حجر بعيدة شوي، يعني إيران لمن عم تدفع هلأ؟ إيران هلأ هي عم تهدي جماعتها، لأنه اعتبر تنازلت على لبنان، شو المقابل أخذته؟ ما بتتنازل عن لبنان. طب شو تاخذ بالمقابل؟ ما بتتنازل العراق بس؟ ما بتتنازل عن لبنان. يعني أنا عم أقول لك الأمريكان شو خطه ليحرج الإيراني، الإيراني بعده هلأ عم يدعم ناسه وجماعته، لأنه كمان يعني كل الضرر إجا وين ما كان، يعني على كل الطوائف وعلى كل الشعب، يعني بالعكس بالمناطق اللي كان فيها يعني مناطق المقاومة ما كان فيه بنزين قد ما كان. طيب يعني عم يقولوا الأمريكان الصراع أمريكان إيراني لفرنسي إيراني وهن بيطلع لا برا. لا 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 مش منه بهذا الموضوع، هن عم بيشيلوا عم بيمشوا بشيل الزرائع، شيل الزرائع من للمقاومة. يعني هلا انت عم بتشوف في ترجع تقوية للنظام السوري، الهدف يرجعوا لما قبل 2003 مثل ما كانت المنطقة قبل 2003. يعني بس قبل 2003 كنا مع تحت النظام السوري، عم بقول لك الامريكاني شو بده هلا، هذا باد نيوز شو بدي اعمل يعني، بس انه هذا الامريكاني هيك بده، مش انه نحن هيك الامريكاني عم يرجع بالمنطقة لما قبل 2003.
لانه اليوم وقتها بس وقتها عمل 2005 قبل ما 2003 كيف في اجتياح العراق راح نص يعني كذا مليون عم ينسحب من العراق عم ينسحب من المنطقه بس تغير يعني يعني الناس تغيرت التفكير تغير يعني قبل 2003 يعني كيف في حرب عراق راح فيه مليون شهيد دم على جريح يعني هلا هيك مش سهل انه راح نرجع لقبل 2003 يعني هي منا اكيد منا كبسه زر بس طيب عم بقول لك بلبنان كيف عندك وجود النظام السوري ما نقول راح يرجع راح ترجع الوصايه يعني نقول نوع من الاستقرار يعني يعني شو يعني ما قبل 2003 يعني لانه اليوم بعد 2005 وحرب 2006 قوي حزب الله ولا ضعيف؟ قوي طيب يعني يعني لو ضلوا على التركيبه السابقه كان بعده ضمن عيار مقبول تحت تحت ضوابط سورية مقبولة. شو طلع آخر شيء وقتها؟ خربوا سوريا الأمريكان وخربوا العراق، ربحوا ولا خسروا؟ إسرائيل صارت أأمن ولا أضرب؟ المقاومة قويت ولا ضعفة؟ كله الأجوبة بتجي كلها أنه الأمريكان غلطوا. يعني مشان هيك بدهم يرجعوا هن. هلأ أنت اللي عم تقوله كتير مهم، انه هل بيقدروا يرجعوا لما قبل 2003؟ يعني هل بيقدروا يرجعوا يركبوا نوعا ما نظام ما قبل 2003؟ هذا السؤال يعني. بس مثل ما مبين انه بلش في رضا على النظام السوري، لانه اليوم انا بعتبر الملك عبد الله هو المنسق الجديد الامريكي تبع المنطقه، يعني الدبلوماسي اللي معقول يبلش يرتب هالامور. ولا عملوا له سفنكة الأمير حمزة يعني؟ وليش عملوا له قصة الأمير حمزة؟ مش هو السعوديين يعني اليوم العلاقة بين الأمريكيين وهلأ العائلة محمد بن سلمان يعني منا منيحة، ما عم تزبط. بينما العلاقة بين الإدارة الأمريكية ومحمد بن سلمان عم تزبط، مع أنه اثنيناتهم كانوا بغير منطق ومشوا مع إدارة ترامب بقوة، بس في علاقة بتجمع قديمة بين ويليام بيرنز ومحمد بن سلمان. وبكتاب ويليام بيرنز قال له محمد بن زايد قال له أنتوا اللي عم تعملوه فايتين على العراق، رح تورطونا رح تطلعوا خسرانين. قال له إياها محمد بن زايد لويليام بيرنز سنة 2003. قال له ده كان يعني كان بعده هذا. قال له أنت رح تورطونا، رح تخربوا العراق، رح يتفكك العراق، وآخر شيء رح تطلعوا خسرانين ونحن رح نتورط معكم. يعني قال له إياه هون من 30 سنة 20 سنة. بقى هالعلاقة منيحة وهلأ عم تتطور. علاقة محمد بن سلمان مع الإدارة الأمريكية، أول شيء كان في موضوع الخاشقجي، بعدين في بيعتبروه أنه تدخل بتمويل حملات ترامب. وحملات ترامب اليوم كل شيء اسمه ترامب بأمريكا هو خطر أمن قومي بالنسبة لهالإدارة وتحت المساعدة بالنسبة لهالإدارة، كأنه هذا هو العدو المضبوط. يعني هون أكثر من هيك، هالمغامرة اللي صارت بالأردن هي اللي كسرت الجرة. يعني أنت ما فيك بلد حليف أمريكي وخاصة في هالعلاقة القوية بين هالإدارة والملك عبد الله، ما فيك تفوت تعمل هيك بهذا الموضوع. يعني مشان هيك العلاقة هيدي شوي، العلاقة السعودية الأمريكية ما عم تزبط، وبدنا نضل مترقبين لنشوف لوين بدها تروح هالعلاقة. طيب أستاذ جورج، يعني اليوم بعد ما حكينا هيك شوي خلينا نقول بأمور إقليمية أكثر تنفهم شوي عن الساحة اللبنانية، رح نضل مسكرين علينا؟ يعني اليوم عم تشوف الرئيس مئاتي، يعني هيدي آخر محور رح افتحه، يعني عم يوعد بالإصلاح، عم يوعد مع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، عم يحضروا خطة إصلاحية، عم يصير في اتصالات نجرب نقوم شوي من القعر اللي نحن فيه. الدول مسكرة علينا ولا لا؟ أنا برأيي لا، قصة تقدم خطوة وبدو وقت. يعني منا مسكرة الدول. أول شيء في رضا انترناسيونال، يعني رئيس مئاتي إجا من بعد ما اجتمع برئيس المخابرات الفرنسية ورئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز، وعنده مالة الدعم الدولي موجود. هلأ قديه بيعطوه مصاري قديه ما بيعطوه هذا غير موضوع، بس ما في تسكير، ما في حصار، ما في تفركش. والدول العربية والخليج هيدي أمور، بس لشخص رئيس مئاتي ولا للبنان؟
لشخص رئيس ميقاتي في هال انا بعتبر انه انا الابواب انفتحت ولا للبنان انفتح؟ انا بعتبر شفنا تفركش بعهد الرئيس الحريري وشفنا تفركش برئيس عهد الرئيس حسن دياب. انا برايي انه الشخص له اهميه اكيد الشخص له اهميه هو كشخص له اهميه بهذا الموضوع وخاصه اذا انت عم تقول امريكاني اذا انا عم بقول امريكاني لزم الفرنسي وصارت واضحه القصه ما هو اقرب شخص يعني اذا الفرنسي بده ينقي حدا مين بينقي يعني اذا عنده حدا 100% له بيكون هو ما بدنا نقول هيك يعني رئيس حكومتنا وهيك ما بنقول انه تابع بس انا بقول انه وضعه منيح برا وقادر كان سعد الحريري وضعه منيح مع الفرنسويه كمان بس كان في تفركس يعني ما بدي ارجع للمرحله هذيك انا بعتبر انه غلط انه يعني كان لازم يعمل شو ما كان لو كان الرئيس عون ما بده اياه كان لازم يعمل شو ما كان لو تنازل كان طلع ربحان ليش ما في ضغط لكن على السعوديه تنفتح البواب مش ضروري هلا يعني اليوم نحن البلد بده يقوم يعني اذا امريكا راضيه علينا وفرنسا راضيه علينا ليش يعني ليش بتعمل ضغط على السعوديه نحن حدا رح يجي هلا بعد هاي جنحه الكورونا اللي دمرت اقتصادات العالم كلها يعني اليوم حدا رح يجي يقدم مصاري هيك يعني هل تقديمات انت بدك تقوم هلا الدوله فيها تقوم اللبناني دغري بجلس عمل له دولار مستقر مش كل ما بدك تألف حكومة يصير يلعب الدولار هلأ مثلا إذا عملنا انتخابات نيابية وكلفنا حدا منصير من 18 لل 28 بدنا نشوف إذا اتفقوا ولا ما اتفقوا واللي وراها من بعد الرئيس هيك بدنا استقرار يعني وقت تعطي هالحكومة استقرار على سنة سياسي ودولة كل الأمور بتمشي بس ما فيك تجي أنت تطلب من واحد فيلل بعد 3 اشهر شو بدك تطلب منه بيقول لك بيصيروا هلا يقدفوا كل الملفات للحكومه الجديده بيصير هلا شو ما تقول له بيقول لك هلا بقدر حكونا طيب استاذ جورج غانم نحن بنتشكر وجودك معنا وصلنا لنهايه حلقه لبنان اليوم وشنا الكرام بتمام الساعه 2:30 بنكون مع نشره اخباريه مفصله